بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نواصل في برنامج الجودة، وعرفنا الجودة في كثير من المفاهيم والأبعاد، وقلنا الجودة هو الاستيفاء بمتطلبات العميل، الجودة هو التحسين للمنتج والخدمة وفق أسس علمية صحيحة، والجودة هو العمل الصحيح بالكيفية الصحيحة منذ المرة الأولى وعلى الدوام، وكثير من المفاهيم. وبالتالي سنتناول مفاهيم أخرى ضمن ضبط وضمان الجودة. ضبط الجودة الكواليتي كنترول، وزي ما عرفنا بالسابق إن الجودة يكون يعني المنتج مناسب لأداء الغرض المصمم من أجله، بحيث هذا المنتج يلبي رغبات ومتطلبات المستهلك. كذلك لا يمكن تحقيق ذلك إلا بوجود متطلبات معينة ومواصفات محددة أو قياسية، وبالتالي متابعة تحقيق هذه المواصفات والتدخل لإصلاح أي خطأ أو انحراف، وتصحيح أي عيوب في المنتج وفي الخدمة. تعرف ضبط الجودة بأنها مجموعة من الأنشطة والجهود التي يبذلها جميع العاملين، والتي تسمح بتحقيق المستويات القياسية للجودة. كذلك ليس المقصود من ضبط الجودة إنتاج سلعة خالية من العيوب، بل وفائها بمتطلبات ورغبات المستهلك، وتوصيله لهذا المستهلك بدرجة الجودة المطلوبة حتى تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل. ضمان الجودة أو ضبط الجودة. ضبط الجودة الغرض الأساسي من هذا المفهوم أو من ضبط نظام ضبط الجودة هو ضمان جودة المنتج بأقل تكلفة ممكنة، بحيث هذا المنتج يفي بمتطلبات واحتياجات العميل، وبالتالي ضبط الجودة من أجل تقليل تكلفة المنتج. عمليا لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالتحكم في العمليات الإنتاجية. يعني إحنا دارين نتحكم في البروسيس من يعني تخزين، ومن معاملة، ومن خلط، ومن يعني الليبلينج والباكجينج، والمسألة كل البروسيس كل التشين احنا دايرين نطبق فيها نظام بتاع ضبط جودة، وبالتالي دايرين نقلل التكاليف عشان نقلل من الأخطاء والتقليل من حدوث إنتاج معيب وخارج حدود هذه المواصفات، وبالتالي تقليل كل أنواع التكلفة. توجد هنالك 4 خطوات عملية لضبط الجودة الخاص بالمنتجات الصناعية، و هذه الخطوات تعتبر عملية لضبط الجودة. تحديد أولا تحديد مستوى الجودة المطلوبة، وهذا من خلال أبحاث السوق وتصاميم المنتج ووضع المواصفات. يعني نحن بنحدد مستوى الجودة اللي نحن عايزينها من خلال عمل دراسات في السوق، وبالتالي نعمل تصميم للمنتج بتاعنا فولو دايجرام، وبالتالي نضع مواصفات ونضع أسس ومعايير للمنتج بتاعنا، وبالتالي التحقيق من خلال أهدافنا المنشودة واستراتيجية المصنع أو المؤسسة اللي بتنشد لصناعة منتجات مثلا مطابقة للجودة. أيضا ضمن الخطوات العملية لضبط الجودة تقييم المطابقة بين المنتج والمواصفات، لأن نقيم المطابقة بين المنتج بتاعنا والمواصفات المطلوبة المحلية والعالمية، وده بيكون عن طريق أخذ عينات منتظمة من خط الإنتاج. بنعمل سامبل من خط الإنتاج من المواد الخام، أو من هي مادة خام مثلا خشت في البروسيس A ناخد عينة، وفي بقية البروسيس، وبالتالي إجراء عمليات قياس على خصائص المنتج ومقارنة النتائج مع مثيلات المحددة في المواصفات، وبالتالي تحديد قيم الاختلافات الموجودة بينهم. 3 ضمن الخطوات العملية لضبط الجودة بنقيم ونحلل الأسباب المؤدية لهذه الاختلافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية. بنعمل على تقييم تحديد وتحليل المشاكل الموجودة والاختلافات وأي خطأ أو أي تجاوز، وبالتالي نتخذ إجراءات تصحيحية وقائية لكي نمنع وقوع المشاكل أو وقوع
الأخطاء والتجاوزات دي. أربعة ضمن الخطوات العملية لضبط الجودة، التخطيط للتحسين المستمر للجودة، وهذا عن طريق مراجعة مواصفات المنتج. نراجع كل مواصفات المنتج وخطوات تحسين هذا المنتج. العناصر الأساسية لضبط الجودة كما هو مذكور في مثلث الجودة، بحيث تكون هنالك متطلبات ورغبات للمستهلك وخصائص لتصميم هذا المنتج أو الخدمة، وبالتالي خصائص الإنتاج. هنا لدينا جودة تصميم ضمن خصائص المنتج، وبالتالي بحيث نصمم المنتج كما هو مطلوب أو وفق ما هو مطلوب في المعايير، وبالتالي هذا التصميم والتطوير للمنتج يعني لا يكون مخالف لما هو مطلوب في المواصفات، وبالتالي نضمن مخرجات جيدة. ضمن متطلبات ورغبات المستهلك وخصائص الإنتاج، لابد أن تكون هنالك جودة أداء، وجودة الأداء حيث نفي بالكيفية والنوعية وكل الأسس الخاصة برغبات العميل وكذلك توقعات العميل. خصائص المنتج ويعني النظر في رغبة وتوقع العميل، وبالتالي هذا يكون من خلال التركيز على جودة الأداء في هذا المنتج. كذلك ضمن خصائص التصميم وخصائص الإنتاج، تكون هنالك يعني مسافة في محور جودة التصنيع، وجودة التصنيع بمعنى التركيز على الصناعة، المواصفات الخاصة بالتصنيع والمواد الداخلة في المنتج ومواصفاته وهكذا، فبالتالي نضمن جودة صناعة هذا المنتج، وكذلك نضمن جودة التصميم ونضمن جودة الأداء من خلال هذا المثلث. لدينا نقاط أساسية للتدخل لضبط جودة المنتج، وبحيث يكون المنتج في كل أو كافة المراحل الإنتاجية. المواصفات والتصميم ومرحلة التصنيع والتفتيش ومرحلة المواصفات، وهذه النقاط تعتبر ضرورية لضبط المنتج. أولاً الاسبيسيفيكيشن، المواصفات، وبالتالي تحديد الخواص المهمة لجودة المنتج والملبية لرغبات المستهلك، وبالتالي هذه الرغبات تكون في الأولوية. يعني مواصفات المنتج، نحدد كل الخواص الداخلة في المنتج وصناعة المنتج، وبالتالي هذه الخواص وتأثير على المستهلك. أيضا ضمن النقاط الخاصة بضبط الجودة بالنسبة للمنتج، التصميم، الديزاين، وهذا بتصميم المنتج حسب المواصفات، أي كل إضافات أو تحسينات قد تكون مضيع للوقت والمال، وهنا في التصميم حنراعي أنه يتطابق كذلك مع المواصفات ويتطابق مع متطلبات العميل. كذلك مرحلة التصنيع، البرودكشن، وهنا نقوم بتصنيع المنتج حسب التصاميم والمواصفات المطلوبة، بحيث تكون هنالك أدوات وسياسات وإجراءات كافية لضبط عملية التصنيع وتقليل التجاوز والأخطاء والمشاكل في مرحلة التصنيع. أربعة ضمن هذه النقاط الخاصة بالجودة أو ضبط الجودة، التفتيش على الجودة، الانسبكشن، وهذا من أجل التأكد من أي أخطاء، من أجل مطابقة المنتج مع المواصفات المطلوبة، وبالتالي التقليل والتصحيح بالنسبة للأخطاء والمشاكل. خمسة، مراجعات المواصفات، review of the specification، عايزين نعمل مراجعة للخطوات التي تمت والسياسات والإجراءات والتصاميم اللي تمت، وبالتالي هذا من أجل مواكبة التطور في رغبات المستهلك، بحيث رغبات العميل متجددة واحتياجاته دائما
سريعة ومتجددة، فبالتالي لابد من تلبية متطلبات هذا العميل. الضبط المتكامل للجودة Total Quality Control، ونجد أن فهم الضبط المتكامل للجودة بحيث نحوي جميع الأبعاد والسياسات الخاصة به، بحيث نجعل المنتج والخدمة وفق الأسس المطلوبة والسياسات اللي نحن بننشد ليها تجاه هذه العمليات. نجد أن جميع المراحل الإنتاجية للمنتج من تصميم، تصنيع، تخزين وتوزيع تؤثر في جودة المنتج. من أجل ضمان جودة المنتج لابد من ضبط هذه العمليات وهذه الأنشطة، وبالتالي تحقيق الهدف اللي هو الضبط المتكامل للجودة، يعني دايرين إحنا نضمن كل العمليات وفق ما هو مطلوب في المعايير الخاصة بالجودة ولا لا، كل الأنشطة all activities. الضبط المتكامل أي الشامل لجودة الإنتاج عبارة عن نظام شامل ومتكامل بواسطته يتم تجميع عمل الوحدات المختلفة داخل المصنع التي تعمل في مجالات تطوير الجودة وتحسين لضمان إنتاج المنتج بدرجة مناسبة من الجودة، بحيث تكون هنالك مستوى رضا العميل وتلبية رغبات المستهلك بأقل تكلفة. إذن عناصر الضبط المتكامل للجودة تكمن في المحاور الآتية: أن تكون هنالك مواصفات للمنتج، أي نضع مواصفات للمنتج بتاعنا، وبالتالي يعني نصطحب معنا مفهوم يعني تلبية رغبات المستهلك ومواصفات التصميم والتطوير، وتكون هنالك بحوث من أجل تصميم وتطوير هذا المنتج. اثنين ضمن هذه العناصر Elements of Quality Control ضبط الجودة أو ضبط جودة المواد الداخلة، أي مادة داخلة في المنتج، الأديتيفز، مواد كيميائية، مواد طبيعية وغيرها داخلة في صناعة هذا المنتج، نعمل على فحصها والتدقيق والتأكد منها بأنها يعني صالحة للاستخدام، كذلك لا تتلف المنتج، كذلك تؤدي لتحسين المنتج. ضبط جودة المنتج أثناء التشغيل Quality Control during process أو during operations، إحنا أثناء التشغيل دايرين نعمل على ضبط المنتج لكي يعني لا تكون أي هنالك أي أخطاء أو تجاوزات، يعني أثناء ما نحن بننتج أو بنصنع في المنتج، مثلا في مرحلة التغليف ممكن تكون في مشكلة، في مرحلة خلط المنتج مثلا بمواد مثل السكر والملح أو بهارات أو غيرها ممكن تكون في مشكلة، وبالتالي هنا أو تكون في أي أجسام غريبة أو مخاطر دخلت في الأغذية دي أو في هذه المنتجات، إذا كان منتجات غذائية، منتجات دوائية وغيرها، فهنا بنكتشف هذا الخطأ وبالتالي نعمل على يعني إزالة هذه المخاطر وإزالة هذه الأخطاء بسياسة وأسلوب الإجراء التصحيحي والأفعال التصحيحية corrective and preventive action. ضبط جودة المنتج النهائي بما في ذلك التغليف والتعبئة والتخزين والنقل وضبط جودة أجهزة القياس والفحص. لابد من التأكد من هذه الأدوات وهذه الأجهزة اللي بنقيس بها ونتأكد بها من النتائج، كذلك نعمل على يعني التأكد من مواد التغليف و جهاز التغليف، كذلك سياسات التغليف والتعبئة، حيث تكون هنالك مطابقة ل يعني هذه المنتجات. مثلا ما نستخدم يعني مواد أو في تعبئة بعض المنتجات، مثلا ما نستخدم مواد ممكن تتفاعل مع المنتج، أو مثلا مادة سخنة مثلا أو ساخنة تضاف مباشرة ل بلاستيك أو لمواد ممكن تكون مصنوعة من البلاستيك، هنا هتكون في تفاعل، أو مواد غير مصنوعة أو مصنوعة بشكل غير جيد، كذلك هنا تكون هنالك تفاعل، أو مواد تكون ضارة، وبالتالي نتأكد من الأساليب الخاصة بالتصنيع من تغليف وتعبئة وتخزين وغيرها ونقل، ودي ضمن الفود تشين أو السلسلة الغذائية. خمسة ضبط جودة المنتج
بعد البيع، ويمثل هذا بالاعتمادية أو المعولية الحرفية العقدية. وضبط جودة المنتج بعد البيع من العمليات المهمة، وبالتالي التأكد من توزيع المنتج، التأكد من يعني شراء هذا العميل لمنتج يعني مطابق للمواصفات، وبالتالي اعتماد من قبل الجهات المعنية، والتأكد من يعني مواصفات هذا المنتج فإنها حققت رغبات العميل. 6. إدارة الجودة، وتمثل كل النواحي الإدارية المتصلة برفع تحسين مستوى الجودة ومسؤولية الجودة تجاه التدريب والحوافز وغير ذلك. إن شاء الله لاحقا هنشوف تأكيد الجودة والأسس الخاصة بتأكيد الجودة أو الكواليتي أشورنس، ونتمنى لكم الاستفادة والتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله.